وائل هو شاب شهير في مجال التوك توك، وهو معروف بشخصيته الطيبة وقلبه النابض بالمحبة والخير. يتميز وائل بجماله الجذاب وابتسامته الدائمة التي تنعكس على وجهه. شهرته جعلت لديه جمهور كبير يتابعه بشغف على منصة تيك توك. وائل تعرف على تيمار في تيك توك وقضى بعض الوقت معها. في البداية كان يشعر بالارتباك والتوتر حولها، ولكن مع مرور الوقت بدأ يشعر بالاستمتاع بوجودها. ومع الوقت أدركت تيمار أنها لم تشعر بالجاذبية تجاهه ولم تكن مهتمة بإكمال العلاقة معه. قررت أن تكون صادقة وأخبرته بأنها لا تشعر بنفس الطريقة تجاهه وأنها لا ترغب في مواصلة العلاقة. على الرغم من أن وائل قد خيب آماله، إلا أنه قدر صراحة تيمار وتقديرها، لأنها لم تمد أمورا إلى مستوى الخيانة أو الاستمرار في علاقة قائمة على أكاذيب أو عدم الصداقة الحقيقية. وبالتالي تم قبول تلك الخيبة وتعلم وائل المضي قدما والبحث عن شخص آخر يشعر بالاهتمام المتبادل. وفي الأخير يبدو أن وائل وجد نصيبه في نورس، وقد وقع في حبها بشدة. قرر أن يسافر إليها ليكون بجانبها ويعيش حياته معها. ومن الواضح أن نورس تشعر بنفس الشعور تجاهه، فهي أيضا تحبه بجنون. يبدو أن الحظ قد ابتسم لهما وأنهما يملكان قصة حب قوية وجميلة. نتمنى لهما حياة سعيدة ومستقبل مشرق معا. وعندما رأت تيمار أن وائل يقابل فتاة جميلة، قد تكون شعورها بالندم أو الصدمة طبيعيا. قد تشعر بالحسرة أو الغضب لأنها كانت تأمل في أن يكون وائل شريكا لها. ومن الطبيعي أن تشعر بالإحباط عندما تكتشف أنه قد وجد شخصا آخر يثير إعجابه بشكل كبير. ومع ذلك يجب على تيمار أن تتعامل مع هذه المشاعر بشكل صحي، ويجب أن تفهم أن الحب ليس شيئا يمكن السيطرة عليه. قد يشعر وائل بتوافق وعاطفة أكبر مع نورس، وهذا أمر طبيعي. والأخير عليها أن تركز على نفسها وتبحث عن السعادة والراحة في حياتها الشخصية. قد يأتي لها يوما ما الشخص المناسب الذي يشعر تجاهها بالحب والإعجاب الكبير. يجب عليها أن تقبل الأمور كما هي وتعتقد أن لكل شخص حظه المناسب في الحب. وهنا انتهت القصة الجميلة.